Hello, my dear students of commercial schools and hotel studies. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم مدارس تجارية والفندقية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة لغة إنجليزية على قناتنا المتميزة مصر التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا على السبيسيفيكيشنز أو المواصفات بتاعة الامتحان، وقلنا إن أول حاجة بتجيلنا في الامتحان إن أنا بيجيلي 10 sentences 10 جمل choose. العشر جمل دول بيكون عليهم 10 درجات. العشر جمل دول بيكونوا مقسمين ان انا عندي 5 درجات، 5 جمل فوكاب اللي هم بيعتمدوا على المعنى، والخمس جمل التانيين بيكونوا 5 جمل خاصين بالجرامر. بعد كده بيكون عندي دايلوج، محادثة. بعد المحادثة بيكون عندي قطعة. القطعة دي بيكون عليها اسئلة بنحاول نجاوب عليها وبيكون عليها تقريبا 12 درجة. بعد كده بيكون عندي فيل ان، ان انا بكمل الجمل اللي موجوده عندي. وبعد كده بيكون عندي ترمينولوجي، وبيكون عندي باراجراف. وقبل السؤال الاخير اللي هو السؤال رقم 6 في الامتحان بيكون عندي يا اما ليتر يا اما ميمو يا اما بيجيب لي قطعه وانا بعمل عليها فيل ان، ان انا بملأ الفورم او الاستماره اللي موجوده عندي. واخر حاجه بيكون عندي الجمل اللي هي بتاعه الترجمه. ان شاء الله باذن الله النهارده هيكون معانا يونت 1 اند يونت 2، وهنحاول من خلالهم ان احنا يعني نقول الكلمات الجديده اللي موجوده عندي، هنحاول نقول الاستراكشر والجرامر اللي موجود الخاص بيهم، ونبدا ان شاء الله نتعامل. اول حاجه عندي هنا في يونت 1 ان شاء الله ذا رايت ستايل. بقصد بذا رايت ستايل اللي هو الاسلوب المناسب في الحوار. يعني لما باجي اتكلم مع حد كبير بتكلم بفورمال ستايل. بقصد بفورمال ستايل يعني اسلوب رسمي. بتكلم مع حد من اصدقائي، اخويا، حد من اصحابي، الكلام ده بتكلم انفورمال لانجوج. انفورمال لانجوج بقصد بيها لغه غير رسميه. تعال ننتقل لبعض الكلمات اللي موجوده عندي هنا. نيو فوكاب، بقصد بنيو فوكاب الكلمات الجديده اللي موجوده عندي. اول حاجه عندي فورمال سيتويشن. بقصد بفورمال سيتويشن موقف رسمي. نمبر 2 انفورمال سيتويشن، موقف غير رسمي. 3 انفويس فور ديسكاونت. نحاول نشوف معاني الكلمات اللي موجوده عندي هنا او بستخدمها ازاي. فورمال ستايل او فورمال سيتويشن بقصد بيها موقف رسمي. لو انت مثلا في مؤتمر وعايز الناس والناس كلها عماله تتكلم وانت عايزهم يبطلوا كلام، تقول لهم ايه؟ May I have your attention please؟ يعني ممكن احصل على انتباهكم من فضلكم؟ طبعا انت لو بتكلم حد من اصحابك مش هتقول له May I have your attention please؟ ممكن احصل على انتباهك من فضلك. انما لو formal language او بتكلم مع حد اكبر مني او مع رئيسي في الشغل اقول له May I have your attention please. بالنسبة للانفورمال سيتويشن، انفورمال سيتويشن بقصد بيها موقف غير رسمي. اقول له هنا Listen to me. Listen to me اقول له على طول اسمعني. يبقى formal situation May I have your attention please. Informal situation موقف غير رسمي اقول له على طول listen to me. بعد كده عندي invoice. invoice اللي هي الفاتورة. نشوف بقى الفاتورة معناها ايه هنا او بتقول ايه او بنستخدمها ازاي. هنا بقول she hasn't paid the invoice yet. she hasn't paid the invoice yet. هي لم تدفع الفاتورة بعد. لو بصينا على الجملة اللي عندي هنا هتلاقي ان الزمن اللي موجود عندي هنا مضارع تام ومنفي. طب ليه استخدمنا هنا مضارع تام ومنفي؟ عشان عندي في اخر الجمله yet. نمبر 4 ديسكاونت، خصم. انا بتكلم مع حد وبشتري حاجه ولقيت الحاجه غاليه، اقول له could you give me a discount؟ ممكن تعطيني خصم؟ نشوف الكلام اللي بعد كده. application form، بقصد بابلكيشن فورم هي عبارة عن استمارة أنا بقدمها علشان أحصل على وظيفة.
وعايزين نقول ان دايما بقول ابلكيشن فورم، الكلمتين دول دايما بيجوا ورا بعض. يعني كلمه ابلكيشن ممكن بيجيبها لي دايما فوق في الكلمات اللي انا بختارها وبكمل بيها الجمله اللي هو عطاني. يبقى ابلكيشن فورم استماره طلب الحصول على وظيفه. اوتيل فورم هي عباره عن استماره لفندق بمليها عشان احجز في فندق. نشوف الكلام ده عندي هنا. هنا حد بيتكلم، صاحب شغله بيكلم واحد متقدم، فبيقول له please complete the application form، من فضلك اكمل الاستمارة، so that we may consider you for a job، عشان نعتبرك في الوظيفة. لو بصينا على الجملة اللي عندي هنا هتلاقي برضو ان انا عندي هنا الجملة دي فيها structure او فيها grammar، ان بيقول please complete the application form، من فضلك اكمل الاستمارة، بعد كده عشان بعد كده بنقول لكي نعتبر وجودك في الوظيفة او نعتبرك ان انت بتشتغل عندنا في الوظيفة دي. عشان يقول لكي هنا استخدم so that. طب وبعد ما استخدم so that، احنا قلنا قبل كده عشان اقول لكي اقدر اقولها باكتر من طريقة، ان انا اقول to وبعد to على طول بيجي لي الفعل في المصدر. طب انا بقى لو بستخدم so that، بعد so that على طول هتلاقي هنا عندك وي. هنقول ان وي اللي موجودة عندي هنا دي subject فاعل. بعد subject لازم بجيب عندي هنا may او can او could. may او can او could. بعد كده consider اللي هو الفعل في المصدر. الفعل في المصدر. يبقى لو انا عندي so that، بعد so that على طول لازم بيجيب عندي subject، بعد السبجكت بيجيب الفعل في المصدر. بعد كده نشوف عندنا هنا ايه، عندي information معلومات. please supply us with، من فضلك مدنا بالمعلومات. please supply us with information and price list. يبقى information معلومات، اقول supply us with information and price list، وقائمة الاسعار. عايزين نقول برضو ان كلمة information، عايز اقول معلومات اكثر، اقول further information او further details، تفاصيل اكثر. يبقى further information معلومات اكثر. بعد كده look forward to. look forward to معناها يتطلع الى. look forward to احنا بنستخدمها دايما في ختام البزنس letter. يعني لما باجي اقول لحد انا اتطلع الى، هقول انا اتطلع الى يرى ولا اتطلع الى رؤيتك؟ يبقى هنقول كده ان انا عندي look forward to، اللي بيجي بعديها دايما لازم يكون verb plus ing. يعني لو بصينا كده عندي هنا هتلاقي I am looking forward to hearing from you. انا اتطلع الى السماع منك او السماع عنك. بعد كده نمبر 8 سامبل، وبقصد بسامبل عينه. نشوف كده. we would like to see the product. we would like to see the product. عايزين نشوف المنتج. before we order، قبل ما نطلبه. please would you send us a sample؟ ممكن تبعت لنا عينة. تمام كده نكمل. review of functions، بقصد بreview of functions مراجعة لبعض الوظائف او بعض الخدمات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. number one asking for information. asking for information ان انا بسأل عن بعض المعلومات. هنسأل عن بعض المعلومات مرة formal example، مرة بطريقة رسمية، ومرة informal example يعني بطريقة غير رسمية. عندي مثال هنا وعندي مثال هنا نشوفهم مع بعض. لو انا بتكلم بطريقة رسمية اقول له could you tell me where the director's office is please. يبقى انا لو انا بتكلم بطريقة رسمية وبسأل عن مكتب حد اقول له could you tell me، ممكن تخبرني. بعد كده where the director's office is، أين مكتب المدير؟ الكلام ده لو بطريقة فورمال يعني بطريقة رسمية.
طب لو بطريقة غير رسمية informal example أقول هنا إيه؟ نقول مثلا يعني what's the time. طب لو بنتكلم على المثال الأول وبتكلم بطريقة غير رسمية وبسأل عن المكتب أقول where is the office، أين المكتب. يبقى كده دلوقتي اتكلمنا عن information، إن أنا بحصل على معلومات. أول حاجة بحصل على معلومات بطريقة رسمية، could you tell me where the director's office is please. ولو بتكلم بطريقة غير رسمية where is the office أو what's the time. نشوف برضو بعد كده عندنا ايه. asking for permission. asking for permission معناها هنا ان انا بستأذن. نستأذن ازاي بطريقة رسمية ونستأذن ازاي بطريقة غير رسمية. according to formal example بالنسبة لمثال رسمي I am writing to ask for your permission. I am writing to ask for your permission. أنا بكتب لك إن أنا أستأذنك إن أنا أستخدم اسمك in our advertisements في إعلاناتنا. يبقى ده حد مثلا مشهور جدا وأنا بستأذنه إن أنا أستخدم اسمه على المنتج بتاعي، أقول I am writing to ask for your permission to use your name. إن أنا أستخدم اسمك in our advertisements، إن أنا أستخدم اسمك في إعلاناتنا. يبقى الكلام ده إن أنا بستأذن وبطريقة رسمية. طب إزاي بقى إن أنا أستأذن أو get permission بطريقة informal بطريقة غير رسمية. Can I use your pen؟ ممكن أستخدم قلمك. بكلم حد مثلا بقول له ممكن استخدم موبايلك. Can I use your phone؟ يبقى الاسلوب اللي موجود عندي هنا اسلوب informal اسلوب غير رسمي. ده الكلام ده بيخص الـ asking for permission ان انا بطلب او ان انا بستأذن من حد. Thanking number 3 thanking. Thanking انا بشكر حد على حاجة. Formal example كمثال رسمي اقول له I'd like to thank you very much for your help مثلا. يبقى لو بتكلم بطريقة رسمية أبدأ كلامي I'd like to thank you very much for your assistance. أنا أود أن أشكرك على مساعدتك لي. يبقى الكلام ده خاص بالفورمال. طب نشوف الكلام ده بقى أن أنا بشكر حد informal example. أنا بشكر حد وبطريقة informal بطريقة غير رسمية أو أن أنا أقول له thanks أو thank you بس. يبقى كده الطريقة غير رسمية informal language. هنا كاتب عندي thanks أو that's really kind of you، هذا عطف منك. نكمل number 4 greetings. greeting بقصد بيها إن أنا بحيي حد بطريقة برضو. هنقول مرة formal example ومرة informal example بطريقة غير رسمية. ازاي ان انا بقى احيي حد بطريقة رسمية؟ احيي حد بطريقة رسمية ان انا اقول له good morning Mr. Smith. good morning Mr. Smith. طب ان انا بقى بحيي حد من اصحابي او حد من اخواتي او زمايلي في الشغل ان انا اقول له hello وبعد كده اقوم قايل اسمه على طول hello John. يبقى لو بحيي حد بطريقة رسمية ابدأ كلامي مثلا good morning good evening good night Mr. كذا I would like to كذا. نكمل inviting. inviting بقصد بيها ان انا بدعو حد لحاجة معينة. هو هندعو برضو بطريقة رسمية وطريقة غير رسمية. formal example كمثال رسمي اقول هنا the directors request the pleasure of your company at a reception. يبقى انا لما بدعو حد بطريقة رسمية وبدعو مثلا المديرين ان انا بقول لهم the directors request the pleasure of your company at a reception. طب نشوف بقى informal example كمثال غير رسمي. would you like to have lunch with us؟ تحب ان انت تتناول الغداء معنا. يبقى لو بتكلم بطريقة informal اقول would you like to وبعد كده بنجيب الفعل وبنكمل الكلام اللي موجود عندي. complete the following dialogues. عندي هنا dialogues
مجرد ان هي ميني دايلوجز، دايلوجز صغيره جدا، بس المهم فيها ان انا جيف دايركشنز ان انجلش، ازاي ان انا اعطي اتجاهات او بوصف لحد مكان معين. فهنا حوار بين A and B، Hey, which is the bus station؟ قال له Okay, let's go. لما نيجي نتعامل مع أي دايلوج موجود عندي لازم نقرأ الدايلوج من أول كلمة لآخر كلمة. فهنا Hey، بعد كده بيقول له What، يعني أنت عايز إيه بالظبط؟ قال له Which way is the bus station؟ Which way is the bus station؟ أي طريق يوديني إلى محطة الأتوبيس. أي إجابة هنا هتكون ممكنة ان انا اقول له مثلا في نهايه الشارع، اتس ات ذا اند اوف ذا ستريت، وممكن اقول له جو اهيد ذيس واي، امشي في الطريق، اند تيرن ليفت، احود شمال، اور تيرن رايت، او احود يمين، والمكان هيكون نيكست تو، بجوار، وبعد كده اقول اي مكان، ذا امباسي مثلا، ذا سينما، بنفس الطريقه. نكمل برضو. اكسكيوز مي، كود يو هيلب مي، ممكن تساعدني. بعد كده رد عليه وقال له حاجه، قال له I am trying to get to Alexandria، عايز اروح الاسكندريه. قال له Do you know where I can get a bus، ممكن تقول لي فين اقدر ان انا الاقي اتوبيس. بعد كده رد عليه قال له Thank you very much. يبقى في الاول خالص Excuse me could you help me، ممكن تساعدني. هنا قال له Yes I will try، ايوه انا هحاول. قال له I am trying to get to Alexandria، عايز اروح الاسكندرية. Could you do you know where I can get a bus، بعد كده برضو اوصف له المكان، بقول له yes، ونعود نفسنا دايما بعد yes او no لازم ان انا باخد كوما. اقول له the bus station it at the end of the street، محط الاتوبيس في نهاية الشارع، او نوصف باي طريقة. عايزين نقول ان الاجابات دايما في الديالوج بتكون متنوعة ومعظمها بيكون صحيح. نكمل برضو بالنسبة للديالوجز اللي معانا. Good afternoon Mark، What can I do for you؟ You don't look well. You don't look well، يعني شكلك لا تبدو جيدا، شكلك متعب مجهد كده يعني. فرد عليه وقال له حاجة، قال له Yes of course، بالطبع. I hope you will feel better tomorrow، أعتقد إن أنت إن شاء الله تتحسن بكرة. طب نشوف هنا بقى طلب منه ايه. قال له I am not feeling well، انا حاسس ان انا تعبان، انا مش حاسس ان انا كويس. Is it alright if I go home، ممكن استأذن وامشي؟ قال له Yes of course I hope you will feel better tomorrow. يبقى كده يا جماعة الكلام كله خاص بالاستئذان، سواء كان formal او informal، وبنفس الطريقة. Hi Mark where are you going، are you alright، انت كويس. المهم بعد كده قال له حاجة، قال له I'll get يو اتاكسي، انا هجيب لك تاكسي. يبقى هنا اكيد قال له ان هو تعبان. بعد كده قال له اوكي جيت بيتر سون، يعني اتحسن قريب. نشوف كده قال له هنا ايه، قال له نو اي فيل تيربل، اي ام جوينج هوم، انا تعبان انا مروح. ايل جيت يو اتاكسي، اجيب لك تاكسي. المهم قال له ثانكس بات اي كان جيت وان ماي سيلف، اقدر اجيب تاكسي لنفسي واروح. نكمل الكلام اللي معانا. Fill in the spaces with words from the list. كل الكلمات اللي موجودة عندي هنا كلمات خاصة باليونت. أول حاجة عندي هنا sample عينة، price list قائمة أسعار، technical details. يا ريت يا جماعة يكون معانا قلم ورقة ونسجل الكلمات دي ونحاول إن احنا يعني نحفظها ونعرفها. نقول الكلمات من الأول، sample عينة، price list قائمة أسعار، technical details اقدر اقول عليها تفاصيل فنيه او تفاصيل تقنيه. الكلام ده طبعا بيكون موجود في كتيبات او كتالوجات صغيره، يعني ازاي ان انا اشغل اله معينه، مكان التصوير، اله فاكس، كوتيشن تسعيره، تريل اوردر طلب تجاري. نمبر A بليز سند اس، من فضلك ارسل لنا 420 اس ال اكس كالكوليتور از وي ار ثينكينج اوف بليسينج ان اوردر. Placing an order ده expression بقصد بيه ان احنا بنفكر نقوم بعمل طلبية. هنا هنقول ايه طبعا؟ هنا هنقول please send us a quotation، ابعت لي تسعيرة لعشرين آلة حسبة، احنا بنفكر ان احنا نقوم بعمل طلبية. Number B we would like to see the product،
We would like to see the product. عايزين نشوف المنتج. Before we order, قبل ما نطلبه. Please, would you send us, ممكن تبعت لنا ايه بقى من الطلبية دي؟ A sample. وبقصد بسامبل هنا عينة. يبقى في number B, would you like, we would like to see the product. عايزين نشوف المنتج. Before we order, قبل ما نطلبه. Please, would you send us a sample? ممكن تبعت لنا عينة. Number C. We have just opened. We have just opened. عندي هنا برضو يا جماعة just موجودة. والجست لما بستخدمها في العموم يعني بيكون في زمن المضارع التام. يعني بيكون قبلها has أو have وبعديها الباست بارتيسيبل أو التصريف التالت. We have just opened a new shop. Please send us. من فضلك أرسل لنا إيه بقى؟ أرسل لنا a price list. قائمة أسعار for your stationery لأدواتك المكتبية. For your stationery products للمنتجات اللي عندك من الأدوات المكتبية. Number D, we need more information. We need more information, نحتاج معلومات أكثر about the photocopier, عن مكنة أو آلة التصوير. So, لذلك, please send us that. من فضلك ابعت لنا ايه؟ يبقى طالما عندي هنا انسترومنت او عندي اله وعايز اشغلها ومش عارف اشغلها، هكون محتاج دايما تكنيكال ديتيلز، تفاصيل فنيه تقول لي ازاي ان انا اتعامل مع الاله اللي موجوده عندي. اخر جمله اي انكلوز، انا ارسلت. ارسلت ليك ايه بقى؟ فور 10 بوكسز اوف بيبر، 10 صناديق من الورق. اف ات از ساتسفاكتوري وي اكسبكت to reorder. يبقى هنا كان طلب تجاري اللي هو trail order، طلب تجاري. الكلام اللي قلناه ده مهم جدا يا اولاد ولازم ان احنا يعني نعرفه. بص كده معايا، هدى left the office yet. قلنا قبل كده ان انا لو عندي yet يبقى انا مضطر ان انا اعمل حاجتين، اجيب مضارع تام وانفي. اجيب مضارع تام. المضارع التام لو حاولنا نبص كده مع بعض ونشوف الجملة اصلا كانت موجودة عندي ازاي. الجملة كانت موجودة هدى is still in the office. هدى ما زالت موجودة في المكتب. طالب مني بقى ان انا مثلا استخدم left the office yet. عندي يت هنا، يبقى عايز مني مضارع تام ومنفي اللي هو بيتكون من هاز او هاف بلس بي بي. وبالنسبه للنفي هيكون بنط، ونط هنحطها هنا بين هاز وهاف وبين التصريف التالت. يبقى لما نيجي نتعامل مع الجمله دي اقول هدى، بدانا الكلام بهدى. هدى بقى اجيب لها هاز ولا هاف؟ طبعا هاز. وننفيها بنوت، هاز نوت. وبعد كده التصريف الثالث اللي هو left the office yet. لو بصينا كده على الجملة اللي عندي هنا، عندي هنا yet، يبقى عايز مني مضارع تام ومنفي. يبقى هننفي هنا، اقول هدى hasn't left the office yet. هدى لم تغادر المكتب بعد. شوف الجملة اللي عندي هنا، الجملة دي بقى فيها حاجتين. هدى سوري وي ار انترستد ان، وي ار انترستد ان، نحن مهتمين به. وعايزين نقول ان انترستد ان الفيرب اللي جاي وراها لازم يكون فيرب بلس اي ان جي، يور بزنس بلان. وي ار انترستد ان يور بزنس بلان. انترستد ان دائما الفعل اللي بيجي بعديها بيكون فيرب بلس اي ان جي. هنبص برضو كده عندي نشوف الجملة دي اصلا كانت موجودة عندي ازاي. بيقول عندي هنا we would like to، we would like to، نحن نود ان، discuss. discuss ايه بقى؟ your business plan. وطالب مني هنا ان انا استخدم interested in.
لو انا هستخدم interested in اللي موجوده عندي دي، يبقى الفيرب اللي جاي بعديها لازم يكون فيرب بلس اي ان جي. يبقى لما اجي اقول وي ار interested ان، والفيرب اللي جاي بعديها اللي هو discuss يبقى discussing. ونكمل الجملة للآخر. دي بتجيلي في الامتحان، ان هو بيجيب لي كلمة interested ان موجودة، والفيرب اللي انا بختاره بعدها بيكون gerund، يعني فعل واخره ing. نبص هنا كده، يبقى discussing your business plan. نكمل. She said she have to catch the later train. هي قالت ان هي مضطرة ان هي تلحق اخر قطار. الجملة بدأ عندي هنا بماضي she said، يبقى لما نيجي نختار عندك will may would can، يبقى نختار طبعا الماضي اللي هو would. She asked us، هي سألتنا if we going to attend the meeting، لو كنا هنحضر الاجتماع. برضو الجملة اللي عندي هنا she asked ماضي، يبقى الكلام اللي موجود عندي بعد كده لازم يكون موجود في الماضي. يبقى هنجيب هنا if we، عندي was ماضي بس ماضي للمفرد، are is were، يبقى نجيب هنا were. if we were going to attend the meeting. sending an email as، sending an email، اي جملة بتبدأ عندي هنا بجيرند يبقى sending معناها ارسال، ارسال الايميل يكون بعد كده اقول اسرع، اسرع اللي هي صفة من الدرجة التانية يعني مقارنة، يبقى sending an email is quicker. نكمل. someone has just the doorbell، شخص ما رن جرس الباب. برضو بنفس الطريقة لو انا عندي just موجودة في الجملة يبقى طالب مني برضو مضارع تام، يعني قبل just هنجيب has او have، وبعد just هيكون عندي past participle او التصريف الثالث. يبقى someone has just rung، التصريف الثالث بتاع رينج اللي هو rung the door bell. unit 2 buying and selling. new vocabulary، الكلمات الجديدة اللي موجودة عندي هنا in stock. in stock بقصد بيها المخزون اللي موجود عندي، يعني بضاعة موجودة عندي في المحل وانا لسه ما بعناهاش مثلا او ما عرضناهاش. يبقى in stock بقصد بيها in the shop، في المحل. ready to sell يعني بضاعة موجودة عندي في المحل وجاهزة للبيع، ان انا ابيعها. بعد كده بال فاتورة، الفاتورة is a request، هي طلب for money. يبقى الفاتورة اللي موجودة عندي هي طلب بدفع فلوس. discount خصم، الخصم ده معناه ايه؟ الخصم ان انا بحاول ان انا اقلل الفلوس اللي انا بدفعها، يعني انا بشتري حاجة معينة وبحاول ان انا افاصل، يبقى discount الخصم معناه reduction in payment. reduction in payment معناها تقليل في الدفع او في السعر اللي انا بدفعه. in cash using money in notes and coins، ان انا بستخدم الفلوس في الدفع in cash، سواء كانت فلوس دي ورق او عملات معدنية. باي تشيك بواسطة الشيك، الشيك ده هيكون عبارة عن ايه؟ using a paper which is a letter to a bank telling them to pay money to someone، ان انا بقول للبنك ان هو يدفع فلوس للشخص اللي معاه الورقة دي اللي هو الشيك ده. change بقصد بالchange بالعربي كده فكة، money the seller gives to the buyer when buyer gives more than the cost of the goods. يبقى انا لو بشتري حاجة وليا فكة، فكة اللي هي change. receipt، receipt حرف البي بننطقه خفيف قوي معناها ايصال. paper to show you have received something، يبقى الايصال عبارة عن ورقة بتبين ان انا استلمت شيء ما او في حد استلم مني بضاعة معينة. read the following then answer the questions below. عفوا. عندي هنا محادثة بين حمدي وسالي، حمدي ده بيبيع وسالي اللي بتشتري منه. فحمدي بيقول good morning can I help you؟ I'm just looking thanks. تقول له لا انا مجرد ببص بس. حمدي قال لها okay excuse me Mary excuse me how much is it؟
يبقى لما نيجي نسأل عن سعر حاجة أقول how much is it, how much is this, بكام؟ حمدي رد وقال that's 40 pounds, it's a solid silver, وقال لها ان دي ب 40 جنيه وان هي سيلفر قويه. ده الكلام اللي قالته ماري. اتس فيري نايس, كويسه قوي, بات اي ام لوكينج فور سمثينج تشيبر, انا بدور على حاجه ارخص. حمدي قال لها this one here is only 20 pounds, دي ب 20 جنيه بس. ماري ردت وقالت I prefer the first one, انا بفضل الاولى, but I don't want to pay that much, مش عايز ادفع الفلوس الكتير قوي اللي هم ال 40 جنيه دول. حمدي رد قال لها well I can give you a discount, ممكن ان انا ادي لك خصم. I can give you a discount, I can let you have it for 35 pounds, اقدر اديها لك ب 35 جنيه. ماري how about 25, عايزه تنزل الفلوس من 40 ل 25 25. حمدي رد عليها قال لها I can't go as low as that, ما اقدرش اوصل ل 25. The silver is very good quality, you know, I'll tell you what, اقول لك ايه بقى, I can let you have it for 30 pounds, اقدر اديها لك ب 30, but that's a special price, ده سعر خاص. I can't sell it for less than that, ما اقدرش ان انا ابيعها لك اقل من 30. ماري well حمدي I can see that you like it, you have very good taste, حمدي بيقول لها ان انت ذوقك عالي جدا. ماري thank you, it's real bargain, 30 pounds, بيقول لها ان دي بالنسبه لك فرصه او صفقه يعني. ماري yes I know, okay I'll take it, حمدي I'll put it in a box for you, هحطها في صندوق لك. ماري قالت له thank you. نشوف بقى الأسئلة اللي موجودة عندي هنا. ماري prefers ايه هنا بقى اللي كانت بتشتري موجود عندي, اللي هو solid silver one. number two but it is two, كلمة two اللي موجودة عندي هنا ممكن استخدمها بدل very, بس تو بتديني درجة الاستحالة. يعني لما اقول the car is too expensive يعني معناها ان هي غالية جدا ما اقدرش ان انا اشتريها. انما لما اقول the car is very expensive غالية جدا بس ممكن اشتريها. فهنا بتقول but it is too expensive, غالية جدا عليا ما اقدرش ان انا اشتريها. حمدي offers to reduce, حمدي بقى قرر ان هو يقلل ايه the price, السعر. But Mary asks for a bigger, ولكن ماري طلبت منه ايه اكتر بقى, طلبت منه discount اكبر من السعر اللي هو قاله. شوف number four, I'll tell you what, اقول لك ايه بقى, it's a phrase for introducing ايه بقى. يبقى هنا I'll tell you what, بقول لك ايه, كانت موجودة علشان نقدم اقتراح جديد اللي هو new suggestion. number five, you have very good taste, ذوقك عالي جدا. Is a, يا ترى question, سؤال, offer, invitation, compliment, طبعا هي compliment. كمل الكلام اللي موجود معنا. Assistant supplies the missing parts in the following dialogue, assistant and dealer. Good afternoon, can I help you? بعد كده لازم نقرا الموضوع كله من اوله لاخره يا جماعه. Assistant, good morning, can I help you? dealer قالت له حاجه. بعد كده assistant, the chairs are over here, do you like any of these? ديلر قالت له ايه بقى. بعد كده assistant, that's 85 pounds, 85 جنيه. assistant, well there are some cheaper ones over here, this one is 66 pounds. نكمل الكلام. اول كلام بيقوله البائع للزبون دايما can I help you, يبقى good afternoon, can I help you. بعد كده هيقول لها هنا ايه, بتقول ديلا I am looking for some chairs. looking for معناها ابحث عن, ابحث عن some chairs, بعض الكراسي. assistant الباع, the chairs are over here, do you like any of these, الكراسي هناك عجبك حاجة منهم. بعد كده هي سألته اكيد عن السعر فهو قال لها ب 85 جنيه. يبقى للسؤال عن السعر how much is this one, بكام ده. بعد كده that's 85 pounds, ب 85 جنيه. شوف بعد كده هي قالت ايه, it's very nice
but I am looking for something cheaper. كويس جدا، بس انا بدور على حاجة ارخص. assistant البائع، well there are some cheaper ones over here. this one is 66 pounds. ده ب 66 جنيه بس. والمحادثة دي اعتقد ان هي مهمة جدا بالنسبة لي. write these prepositions. المطلوب مني هنا ان انا اكتب البريبوزيشنز او حروف الجر اللي موجودة عندي هنا بالاستخدام الامثل. عندي at, by, for, in, of, on, to. احنا عايزين نقول يا جماعة ان طرق الدفع اللي موجودة عندي، يعني غالبا طرق الدفع اللي موجودة عندي، عندي ثلاث طرق للدفع. اول طريقة بدفع بيها، ولازم لما نحفظهم نحفظهم بحروف الجر بتاعتهم، يبقى in cash، وحقصد بin cash نقدا. when I pay in cash. في حاجات بضطر ان انا ادفعها cash. تاني حاجة buy check. buy check بواسطة الشيك. تالت حاجة buy credit card. باي كريدت كارد او باي فيزا او باي بلاستيك كارد. الثلاث حاجات اللي عندي دول كلهم زي بعض بالظبط، يبقى كله بستخدم معاه باي ما عدا كاش، هي اللي بستخدم معاها حرف الجر ان كاش نقدا. باي تشيك بواسطه تشيك، باي كريدت كارد، باي بلاستيك كارد بواسطه برضو الفيزا. يعني نشوف هنا can I pay، ممكن ادفع credit card. نشوف كده هنا ال ايه، يبقى can I pay ممكن ادفع by credit card. لو كان قال visa يبقى نقول برضو by visa. how much did the bill come to. هنا بيسأل وبيقول ان الفاتورة دي بتساوي كام. بعد كده what was the price. what was the price ما سعر the cassette. قلنا برضو قبل كده لما باجي اسأل عن سعر وما نغلطش ابدا، اول حاجة بقولها عندي how much. لو انا بسأل على حاجة مثلا مفرد، يبقى how much does it cost، دي كلفت كام او بتتكلف كام. ممكن اسأل برضو باستخدام how much، اقول how much is it، how much is it بكام. تالت حاجة بسأل بيها برضو عن السعر، what is the price. what is the price ما سعر، وبعد كده بنقول الحاجة اللي احنا بنسأل عليها. فهنا يبقى what is the price of. what is the price of، وبعد of الحاجة اللي احنا بنسأل عليها. فهنا number C what was the price the cassette، يبقى what was the price of the cassette. number D you can have it. you can have it ممكن تاخدها 25 pounds ب 25 جنيه. يا ترى بقى الكلام ده مين اللي بيقوله؟ اكيد اللي بيقوله بائع، يبقى you can have it ممكن تحصل عليها او تاخدها for ب 25 pounds ب 25 جنيه. number E can you put it in a box، ممكن تحطها في صندوق. me عايز اقول ممكن تحطها في صندوق ليا او من اجلي يعني، يبقى برضو نقول هنا for me. how much is the one. how much is the one. بعد كده the middle عايز اقول ما سعر، يعني واحدة هنا بتشاور على حاجة او واحد او زبون يعني، فبيقول سعر كام اللي في النص دي. how much is the one عايزين نقول في المنتصف، اقول in the middle. لو عايز اقول على اليمين مثلا يبقى on the right او on the left على الشمال. عايز اقول في المنتصف يبقى in the middle. طب نشوف اللي بعديها I'd like the one. I'd like the one, the middle shelf. لو بصينا في الجملة دي هتلاقي في الآخر خالص عندك shelf، يبقى هقول عايز أقول اللي موجودة على الرف في المنتصف. I'd like the one
بعد كده ذا ميدل شيلف على الرف اللي موجود في المنتصف او في نص الرف يعني. يبقى هنا ما اقدرش اقول ان ذا ميدل، لا اقول اون. يبقى اون اللي انا جايبها دي موجوده على الرف نفسه اللي موجود عندي في الاخر. اتس فيري جود فاليو، اتس فيري جود فاليو ذات برايس. عايز اقول ان هي تساوي الفلوس دي، يبقى اتس فيري جود فاليو ات ذات برايس. ليتس موف تو ذا لاست ايتمز معانا. ترافل كومباني، ترافل كومباني عباره عن شركه سياحيه. الشركة السياحية اللي موجودة عندي دي اسمها بيراميد تورز، نيدز ان انجلش سبيكينج كليرك، محتاجة موظف بيتكلم انجليزي كويس. يو سو ذير ادفرتايزمنت، وشفت الاعلان بتاعهم ان ذا ايجيبشن جازيت، في الجورنال اللي هو ايجيبشن جازيت. رايت تو، بعد تو اللي موجود عندي هنا هيكون بيانات المرسل اليه كاملة، بيانات المرسل اليه كاملة. Write to the manager، ابعت للمدير. Pyramid Tours 190 Shihab Street Cairo. Ask for، واسأل على. An application form، application form قلناها دلوقتي استمارة طلب الحصول على وظيفة. And further information، information برضو كانت موجودة معنا في الكلمات معلومات. عايز اقول معلومات اكثر يبقى اقول further information. Remember to write your address and today's date، وتاريخ النهاردة، at the top of your letter. يبقى هو طالب مني هنا او سايب لي الموضوع ان انا اقول بياناتي كاملة. طيب نشوف هنا الكلام اللي موجود عندي. لما بنيجي نتعامل مع البيزنس ليتر او الخطاب التجاري، اول حاجه بجيبها فيه طبعا الراسل. فنشوف هنا الراسل مثلا، يبقى مثلا يعني عمرو علام. بعد كده وظيفته، ما عنديش وظيفته هنا لان هو لسه بيدور على وظيفه. بعد كده نكتب عنوانه، نقول مثلا احمد عرابي 30 30، احمد عرابي، وستريت اكتبها اس تي فول ستوب. يبقى كلمه ستريت بنعمل لها ابريفيشن او اختصار وما اكتبهاش كامله، لا اكتبها اس تي فول ستوب. بعد كده نكمل العنوان مثلا بورسعيد، وتاريخ النهارده مثلا 20/11 2021. بعد كده بننتقل الى بيانات المرسل اليه، وقلنا ان بيانات المرسل اليه دايما بتيجي بعد تو. فاحنا لو بصينا عندنا هنا في السطر الثالث في النص كده، رايت تو ذا مانجر، رايت تو ذا مانجر، يبقى هنا ارسل الى المدير، ارسل الى المدير. نيجي هنا نكتب وظيفته لان هو ما جابش اسمه، يبقى ذا مانجر. بعد كده المكان اللي هو بيشتغل فيه بيراميد تورز، يبقى بيراميد تورز هتكون عندي هنا هي اسم الشركة اللي هو بيشتغل فيها. بعد كده 190 شهاب ستريت، اكتب 190 شهاب، زي ما اتفقنا برضو ان كلمة ستريت اكتبها اس تي فول ستوب. بعد كده كايرو، نكتب كايرو في سطر لوحدها. يبقى كده احنا قدمنا اسم الراسل وبياناته، عمرو قلام 30 احمد عرابي ستريت بورسعيد، العنوان تقريبا في سطر، المدينة في سطر، التاريخ. بعد كده اسم المرسل اليه لو موجود عندي اكتبه، لو ما عنديش اسم المرسل اليه اكتب وظيفته على طول. بيراميد تورز ده يعتبر اسم الشركه اللي هو بيشتغل فيها، 190 شهاب ستريت اسم الشارع في سطر، وكايرو في سطر. بعد كده بقى هنبدا ان احنا نكتب الخطاب. دلوقتي انا ما عنديش اسم المرسل اليه، ما عنديش اسم المرسل اليه، اقوم كاتب
دير، انا مش عارف انا هبعت الخطاب لواحد او واحده، يبقى اقوم قايل سير اور مادام. بعد كده هنبدا ان احنا نكتب المقدمه. ابدا اكتب المقدمه من تحت الشرطه اللي موجوده عندي دي بالظبط، يعني ما ابداش الخطاب من الاول هنا، واقوم كاتب ات جيفز مي بليجر، ات جيفز مي بليجر تو. خلصت السطر ارجع بقى من الاول خالص، ات جيفز مي بليجر تو رايت تو يو، انه من دواعي سروري ان اكتب اليك. بعد كده ناخد هنا كومه باعتبار ان احنا وقفنا وقفه، وبعد كده ادور بقى هنا على الافعال اللي انا بستخدمها عشان اكتب الخطاب من عندها. I'd like to، انا اود ان. كل المقدمه، كل اللي انا كاتبه ده مقدمه من عندي انا مفروض اكون حافظها. I'd like to. نشوف هنا بقى هو كان بيكتب الخطاب ده ليه. Ask for an application form، لان هو كان بيسأل عن application form، استمارة طلب الحصول على وظيفة. يبقى I'd like to ask for an application form and further information and further information. بعد كده بنبدأ ان احنا نكتب الخاتمة اللي موجودة عندي، والخاتمة زي ما احنا عارفينها بتبقى I am looking forward to. ونخلينا فاكرين ان I am looking forward to الخاتمة يا جماعة انا بجيبها في سطر لوحده، يعني لو كان عندي مسافة هنا بعد كلمة information ما بكملش الخاتمة من عندها، لا ببدأ الخاتمة في سطر لوحده I am looking forward to. ومن شوية قلنا في الاستراكتشر اللي موجود عندي ان بعد I am looking forward to لازم بجيب verb plus ing. I am looking forward to seeing you. وبكده بيكون الخطاب خلص. ما عدليش بس الا حاجة بسيطة خالص في الاخر، اللي هي انا بكتب في اخر الخطاب حاجة من الاتنين دول، يا اما بقول yours faithfully او ان انا بقول yours sincerely. وفي الاخر خالص بيكون عندي في النهاية التوقيع باسم الراسل. التوقيع باسم الراسل نوقع هنا باسم الراسل، اسم الراسل اللي هو موجود عندي فوق خالص، يعني لو بصينا هنا كده اسم الراسل هو اللي موجود عندي فوق على اليمين لما جيت ابدأ اللتر اللي هو امر اللام. ونوقع تمام كده يا جماعة. نرجع تاني للكلام اللي كان معانا دلوقتي يا جماعة بسرعة. بالنسبة للبزنس لتر الكلام مش هياخد معانا وقت. اول حاجة ببدأ بيها في البيزنس لتر ان انا بكتب اسم الراسل، بعد اسم الراسل عنوانه، بعد عنوانه او اسم الشارع مثلا، وستريت بنفتكر ان احنا كاتبينها اس تي فول ستوب، بعد كده اسم المدينه والتاريخ. اروح على الشمال اكتب بياناتي المرسل اليه، انا ما كانش عندي اسمه يبقى اللي هو عطهوني بكتبه، جاب لي وظيفته على طول اللي هو ذا مانجر.
بعد كده اسم الشركه اللي هي كانت بيراميد تورز 190 شهاب ستريت، اسم الشارع في سطر وكايرو في سطر. بعد كده نبدا ان احنا نكتب الخطاب. الكلام ده لازم ان احنا نكون حافظينه يا جماعه. ببدا بدير واسم المرسل اليه. طب انا ما فيش عندي اسم المرسل اليه، يبقى اكتب دير سير اور مادام. بعد كده it gives me pleasure to write to you I'd like to. كل الكلام اللي عندي ده دي المقدمة، والمقدمة اللي عندي دي لازم ان احنا نحفظها علشان نستخدمها. بعد كده بنشوف بقى ان انا بكتب الخطاب ده ليه. بكتب الخطاب علشان ask او علشان send او علشان اي حاجة. ونكمل الخطاب وننهي بيورز فيسفلي او يورز سينسيرلي. وإلى هنا أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. Thank you and goodbye.